أعزائي المشاهدين في بداية حلقة اليوم من سوهاج بلد المواويل، والتي نتابعها مع حضراتكم من قرية أولاد غريب التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوامل بحري بمحافظة سوهاج. المشاهدين، سيظل دور الكبير والعمدة والشيخ والأخ الكبير قائم وفعال في القرى المصرية وخاصة في صعيد مصر، فلهذا الدور أهمية كبيرة في حل الخلافات والنزاعات بين أبناء القرية الواحدة. أيضا الأصالة والعراقة واحترام الكبير والعادات الطيبة والقيم الحميدة التي يتميز بها أهل الصعيد دون غيرهم. نتعرف على هذه العادات وأهم التقاليد الطيبة التي يتمتع بها أهالي قرى صعيد مصر مع ضيوف حلقة اليوم. بالبداية يسعدني أن أرحب بضيف حلقة اليوم العمدة جمال رشوان، عمدة قرية أولاد غريب. بنرحب بحضرتك عمدة معنا في سوهاج بلد المواويل. أهلا وسهلا بقناة طيبة، القناة المحبوبة التي تمثلنا إقليميا. يا أهلا وسهلا بكم. أشكرك عمدة. أنا قلت أنه سيظل دور الكبير والعمدة موجود في القرية، الكلام ده مظبوط يا عمدة تؤيدني فيه؟ طبعا موجود، يعني بس يمكن برضه يمكن الأمور اختلفت شوية عن زمان ودور العمدة زمان وعن وضعه الحالي، لكن برضه دور العمدة هو يعتبر اللي بيلجأ له أي واحد نازل غريب مع أي ضالة في أي شيء، بينزل على العمدة. معه مشكلة بيسأل حد، معه مشكلة مع حد في البلد بينزل على العمدة. أي حد نازل من أي جهة حكومية محتاج في أي، معه مشكلة برضه مع أي مواطن في القرية بينزل على العمدة. أي مسؤول في أي قطاعات الحكومية برضه بينزل على العمدة. وحتى يؤخذ رأي العمدة برضه في القضايا الأمنية في القرية. طبعا انت كعمدة انت لامس طبعا العائلات ولامس انت، لان انت من البلد، يعني انت فاهم اهلك وفاهم بلدك، وبرضه بتكون دور برضه انت كدورك ما بين الاهالي وما بين الأجهزة الأمنية، أنت برضه بتقرب وجهات النظر، بتحل المشكلات، بتمنع، المهم تحافظ على قدر المستطاع على الحياة الأمنية في البلد تكون مستقرة. يعني. تمام. برضه الدوار مرتبط بالعمودية ودور العمدة. الدواوير هنا برضه ما زالت برضه دورها اللي بتقوم به زي ما كانت تقوم به زمان، الدور مفتوح للقريب وللغريب، للم الشمل، لحل الخلافات، للقضاء على مشكله معينه مثلا داخل القريه. مظبوط. طبعا موجود، يعني موجود يعتبر يعني شبه يوم الدوار مفتوح. رجال الإدارة، مشايخ، الغفراء، كله متواجد، وبتيجي وقت البلد برضه بتيجي من الجهات الأمنية، برضه بيجي برضه بيشرفونا. أحيانا في بعض الأمور بتحتاج يعني أخذ آراء أكثر، بالتواجد بتيجي كبار العائلات والمشايخ، ولو لازم حد من الجهات الأمنية بيجي بتواجد معانا في بعض الأمور وبنحلها. تمام. دور الكبير مقتصر على العمدة بس ولا أي حد كبير في القرية له دور؟
لا طبعا، لا طبعا، ما تقدرش انت تقول العمده تختزل يعني الكبار في العمده، لا لا، كل عائله لها كبيرها وكل اسره فيها كبيرها، ولازم انت تراعي هذا الشعور. يعني عشان انا احل المشكله مع نفسي، لا، لازم الجا للكبير العيله وكبار في العائلات وفي الاسر واستعين به، من غيره ما اقدرش احل المشكله. ولو انا علاقتي غير طيبه بالناس مش احل برضه مشكله. يعني لازم العمدة يكون على علاقة طيبة وحميدة بكل أبناء القرية. ليه؟ لأن هو 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 يعتبر يعني مثلا في كبير عيلة أو في حد من العيلة يعتبر شفرة حل المشكلة عنده هو، عارف الحتة اللي اتكى فيها فين. فأنا لازم أقول له طب الموضوع إيه؟ دي كذا. ولو لازمت إن أنا مثلا أستعين بحد تاني معايا ماشي، إن إحنا نجيب حد من المشايخ برضه ونلجأ ونروح له البيت، يعني بأي شكل ما نقدر نحل اللي قدرنا عليه ربنا لازم نعمل. وده وانت على علاقه طيبه بكل كبار العائلات هنا في القريه؟ اقصد الناسي. هو يعني هو البلد، محيط البلد. ما اللي مش ابن عمي، ابن خالي وابن خالتي، ابن عمتي، نسيبي، قريبي، جاري في الغيط، جاري في البيت. لا يعني احنا زي اسره واحده كده، اسره كبيره. ما لا لا، هو البلد يعتبر عيله واحده، يعني البلد كلها عيله واحده. تمام. بس انت برضه عشان تحل المشكله معاك في مشكله ما، لازم انت ما تقدرش تتخطى يعني فيها. مثلا يعني واحد تحل مع اولاده والكبير ابوهم موجود، ما ينفعش. في اصول كده ثابته ومبادئ ثابته هنا في القرى. لا لا، يعني حصلت مشكله مع واحد، لا ده انا اجي مثلا احكي مع ابوه الكبير الاول، واخد البالك؟ ليه ما ابداش لا ابدا مع الكبير. الصغير بيحترم الكبير عمره؟ ان شاء الله متواجد طبعا. يعني ولا وسائل التواصل بقى والتمدن والتفتح يعني خلى الشباب تاخذ الدور القيادي من الصغر؟ لا، ما زال برضه ما زال الكبير كبير والاحترام. وبعدين النهارده لو انت لو ما يعني ما عملتش هيبه لكبير ولا دي، لا يعتبر انت في الضياع. يعني لازم الاحترام، تتعلموا انتوا ابنائكم واولادكم الصغيرين على احترام الكبير مهما بلغ من علم. لا لا، ده لازم الاحتبار كبير. وبعدين انت يعني انت يعني حضرناه مع والدنا، ودي مثلا الكبير والد عم ابوك هتقول له يابا. يعني الكبير في العيله هتقول له يابا. الله من اهالي قريه اولاد غريب، بنرحب بك حاج انور. انا مرحب بكم الطيبه وبكم وشرفتونا. انا بشكرك يا حاج انور. بلادكم ما شاء الله عليها. يعني احنا شفنا قدام عينينا انه لا، ما زالت متمسكه بعادات وتقاليد اللي هي الطيبه الزمان دي. انا لما شفت احنا وداخلين الشباب الصغير، لما احنا وداخلين وقفوا احتراما للكبير. لازم نحترم الكبير الصغير. كلمني عن العادات الطيبه اللي ما زلتوا انتم مصممين متمسكين بها حتى الان. الود وصله الرحم، وتحترم الكبير والصغير، تقعد مع العائلات، وكان في مواد بتروح لها، افراح تروح لها، تود الناس. يعني يعني لما يكون في مثلا واجب عند حد في البلد، في اي مطرح يعني في اي مطرح في محافظه، كلكم بتوقفوا معاه؟ كلنا معاه. او مثلا فرح برضو؟ فرح نفس النظام. كل التقاليد. يعني لو في مشكله مثلا لا قدر الله مثلا، تتحل ازاي هنا عندكم؟ ما تتحل بالعمده والمشايخ والكبرات العائلات. يعني كبير، كل واحد عنده كبير يدبوه يحضر ويقعد ويحكوا معاه. تتحل المشكله؟ ما تصعدش يعني؟ لا، الاشكال يتحل هو وانت قاعد على الدكه.
ما فيش اتصالات يعني في اي مشاكل او مشكله كبيره دي مش على قد استطاعتك دي بره بعيد عننا خارج عننا ان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل انا اقول لك ان شاء الله ما توصلش كده لا لا بس المشاكل البسيطه دي كلها تتحل على مصاطب وعدك طيب تمام والدوار بس شوف انا عايز اناقش معاك حاجه يا عم الحاج انور في كل مكان فيه الناس البسيطه والناس اللي دخلها محدود يعني نقوله فقيره شويه بتتكافلوا مع الناس دي يعني حتى لو في السرب كده مثلا واحد محتاج مثلا تاخد حاجه توديها حاجه يعوزها توده برضه مش هتسيبه يعني دي قاعد انت في البلاد اي واحد فقير ذا مع نفسك توده برضه من غير ما نعمل شوشره كده ولا بتاع وروح ود مع نفسك يعني احكي لي كده مثلا يعني مع نفسك لا انا مع نفسك واحد ظروفه تعبانه تروح لغايه البيت اللي استطاعتك تعمل معاه بس يعني المقتدرين من ابناء القريه بيعملوا كده مع الناس اللي هي على قد ظروفها تعبانه زين التكافل ده ده لازم وانك انك تساعد المحتاج وتساعد ده لازم ده لازم توقف مع المحتاج الشيخ حماد عبد العال شيخ قرية بأولاد غريب نرحب بحضرتك يا عم الشيخ مرحبا بشيخ مرحبا مرحبا بالقناة التامنة ويا مرحبا قناة طيبة نورتونا والله الله يخليك الله إن شاء الله يعني دياركم مفتوحة للجميع بالخير بإذن الله وإحنا يعني مبسوطين إن برضو نعرض مشاكلنا إن شاء الله وإحنا النهاردة جايين نعرض بقى الجذور الطيبة والصفات الطيبة والعادات الحميدة لأهالينا هنا في قرية أولاد غريب عايزك تكلمني عن الـ عن الـ عن الـ العادات الطيبة دي يا عم الحاج حماد اللي أنتوا ورثتوها عن أبائكم وأجدادكم وبتميز أهل القرية عن أهل المدن طبعا العادات الطيبة عندنا ثابتة من أيام الأجداد والأبهات من زمان وكل البلد فيه ترابط وفيه أخوة مع بعضهم يعني ما فيش أي حاجة خاردة الشباب بالأدب وبالاحترام وبيسمع كلام الناس الكبيرة برضو العادات الدور الكبير لسه ما زال موجود يعني طبعا ما يتغيرش دور الكبير دور الكبير ده دور يمكن مع وسائل التواصل والنت والحاجات دي الشباب طلع بقى ويقول لك لا أنا في عادات ما بتتغيرش ده ثابته العادات الحميده اللي هي الادب والاحترام والرجوع للكبير برضه في اي مشكله او في اي حاجه حصلنا معاه لازم يرجع للكبير برضه الشباب واعي ومثقف طبعا 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 نصيحتك عم الحاج حماد لشباب القرية اللي هو الشباب اللي طالع يعني انت رجل يعني لديك الخبرة تقول له مين الالتزام بالالتزام بالعادات اللي هي اللي احنا ثابتين عليها نسمع كلام الكبير نلجأ للتعليم نلجأ للعادات الحسنة في البلد الترابط في البلد كلها العائلات مع بعضيها الشباب مع بعضيه هذه العادات اللي احنا المفروض ان يكون الشباب كله يكون مسؤول عنها يعني انت متورث الحاجات دي وتزرعها في نفوس ابنائك احنا ورثناها ولازم نورثها للابناء والشباب والحمد لله يعني قريتنا يعني من القرى اللي هي يعني الشباب فيها ملتزم يعني بعض الحاجات البسيطه دي بس الحمد لله يعني هنقول بس الحمد لله يعني الشباب ملتزم والشباب يعني شايف مصالحه برضه وفي عدد كبير من بلادنا هنا في وجه بحري بالنسبه لسوق العبور او شارع الازهر يعني للعمل تمام مكافح يعني الشباب مكافح بيعمل ويكد ويجتهد علشان لقمة العيش ويستر يعني وقته ونفسه يعني من القرى اللي هي الشباب كتير منها
في سوق العبور وفي شارع الازهر وفي كويس انه شاب يعني يوفر فرصه عمل لنفسه ويبحث عنها والتعليم وقت الاجازه برضه يسافر ياخذ له كم شهر برضه ايش ساعد نفسه مثلا في التعليم والكذا. الأستاذ مصطفى عبد العليم محمد من أهالي قرية أولاد غريب وممثلا عن شباب القرية، ازيك يا أستاذ مصطفى؟ أهلا وسهلا بقناة طيبة اللي شرفتنا اليوم بقرية أولاد غريب مركز ومحافظة صهاج، أهلا وسهلا بكم. شكرا. العمدة والمشايخ في القرية أثنوا على الشباب يعني كلام زي الفل، قالوا إنه إحنا شبابنا متعلم ومثقف ويكد ويتعب من أجل الحصول على فرصة عمل، يعني مش شاب كده يعني كسول ولا متراخي. أنتوا فعلا أهل الثقة والكلام ده؟ طبعا نتعلم من أو من والدينا ومن جدودنا العادات والتقاليد ونبني يعني نفوسنا بأيدينا، لا نعتمد على مال أب ولا أخ. تمام. نتجه إلى سوق الجملة بمحافظة القاهرة وبنتجه إلى العتبة بالقاهرة برضو وبنعمل هناك ونعمل لأجل أنفسنا يعني. يعني مثلا لكن اللي في التعليم في التعليم، اللي بيتعلم بيتعلم، اللي بيتعلم زي ما هو في تعليمه بيجي أجازته نص السنة بيسافر برضو بيشتغل يساعد نفسه برضو، ما بيعتمدش على والده أو ما بيضغطش على والده، يعني بيساعد والده في الأجازة ولكن في تعليمه ثابت زي ما هو برضو. تمام. العادات الموجودة حتى الآن ومزروعة في نفوس الشباب والصغار والكبار اللي هو لازم يحترم الكبير، ولا يعني مهما وصل من العلم والثقافة ووسائل التواصل الاجتماعي ما يقدرش برضو يتخطى حدوده في الجلسة ولا في القعدة مع الكبير. طبعا الاحترام واجب علينا ان احنا نحترم الكبير والأخ والأب والعم والخال ونحترم الضيف ونحترم الجار ونحترم جميع العائلات التي تجارنا، يعني ما بنخضعش مع حد ولا متعداش الحدود. نحن بنبقى ثابتين، يعني الواحد بيقف في احترامه وواجب عليه الاحترام انه ما بيخضعش يعني. تمام. رساله توجهها لشباب القريه يعني؟ رساله نوجهنا لشباب القريه انه يكون محافظ على قريته وعلى زمايله، ما يضرش حد على قدر الامكان ينفع ما يضرش. عزيز محمد من اهالي قريه اولاد غريب، انا برحب بحضرتك يا عم الشيخ. مرحبا بك، شرفنا بك يا استاذ. شكرا جزيلا. وشرفتنا في القوملات كلها. الله يخليك. يعني دور الشيخ والعمده ثابت، لهم دور كبير ومؤثر في المكان اللي هم فيه. الخلافات تقدر يعني ان نسيطر عليها من خلال الشيخ والعمده ولا لا قدر الله ممكن تبقى في مشكله؟ طبعا لازم نسيطر عليها وناخذهم من اولها. ازاي؟ احكي لي، عايزك تدينا تجربه كذا شيخ عبد العزيز. يعني بالنسبه للخلافات لازم اي مشكله تاخذها من الاول. في كبير ترد عليه، في فلان تجيبه تروح له. حتسيطر على الموضوع من الاول، لازم تلمه. ايه ابرز المشاكل اللي ممكن تطرا هنا عند حضرتك في الحصه بتاعتك او في البيت؟ الخلافات الزراعيه. الحدود بطال كده، واحد غرق لزراعة دي الحكاودية يعني. خلافات بسيطة. بسيطة مش بتحلوها ازاي يا عم الشيخ؟ خلافات سهلة، هاي المقاعد بالنسبة في حدود، واحد البطال ده ارفع ده خدمنا منه شوية. في مقاس هات القياس انقسوها يريحوا. تمام. بتجيب انت الطرفين بقى وتاخذهم عنك. الطرفين يقول يرتاحوا. وخلافات بسيطة يعني ما فيش أي حاجة صعبة. الشباب هنا عند حضرتك في القرية شباب متعلم ومثقف غيور على بلده ووطنه وكذا؟ طبعا غيور على وطنه. والشباب كلها في التعليم هنا وفش يعني ما فيش وقت انه يضيعوا مثلا. لا ما فيش وقت بالنسبه برضه في الزراعه معانا شرقه دي ما لازم يشتغل. كلها شباب مكافحه. كل الخدمات هنا متوفره في القريه؟ كل جميع الخدمات متوفره. طب ايه اللي ينقص القريه؟
اعتبر ما دام فكرت بقى ما فيش حاجه تنقص. اه اه لا فيش غير مثلا الثانويه. تقريبا تم تخصيص قطع ارض. والله تم بس ما لسه ما اشتغلتش برضه ما فيش. اما تم تخصيصها. تمام. طيب انا عايزك رساله تقولها لاهل القريه كده، نصيحه تقول لهم ايه؟ انتوا معانا على القناه. نقول لهم اجتهدوا في شغلكم وفي عملكم ومصالحكم ومصلحة الوطن والانتماء للمكان اللي انت فيه، وربك ييسر الامور ان شاء الله يصلح حالك. دائما ربك ييسر الامور، يعني خليكم ثابتين على موقفكم وعلى مبادئكم وعلى يعني العادات بتاعتكم اللي انتم اكتسبتوها. الرياف برضه لنا عادات وتقاليد برضه ناس ماشيه عليها. زي هي الرياف كل الكبير الصغير يحترم الكبير، والناس يعني مع بعضها كلها عايشه. عم الحاج عبد العزيز اكيد في القريه بتاعتك فيه ناس بسيطه طبعا محتاج مساعده، بنقول عليها بالبلدي كده الغلبان الفقير اللي هم معوش دخل، بتساعد الناس دي؟ اه طبعا بنساعدوها. اه كلها الناس يعني وبنين الدوره غير اول كلها الناس كويسه حالتها برضه ماشيه الدنيا معاها. القريه كلها الحمد لله يعني. لا لا القريه كلها كويسه. اه وبرضه الناس شغاله في عملها ما فيش حاجه تنقصها. مشاهدين في نهاية حلقة اليوم من سهاج بلد المويل والتي تابعناها مع حضراتكم من قرية أولاد غريب التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوام البحري بمحافظة سهاج، حيث التقينا عمدة القرية وعدد من المشايخ والشباب والمواطنين، وكان هناك حوارا هاما وفعالا ومثمرا حول أهم العادات الطيبة والتقاليد والاحترام المتبادل بين أبناء القرية الواحدة. هذه العادات الطيبة التي ما زال يتمسك بها أبناء القرية وأهل الصعيد بصفة عامة، نتمنى أن تستمر وتدوم لما لها من أثر طيب على نفوس العباد داخل هذه القرية من نشر روح التسامح والمحبة بين أبناء القرية الواحدة والقرى المجاورة. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة من سهاج بلد المواويل، وإلى اللقاء. سهاج بلد المواويل، سهاج.